Bonjour, bonjour. Dimanche, je rappelle que j'ai vidéo jdid. On m'a dit qu'on fait le fichier français. D'accord. Alors, on y a un choix à chabut, la net. Chabut, ma sphénéria, ou ma l'absal. L'absal, l'yabda tuil. D'accord. قصيتهم خلطتهم كل ما بعضهم خليت الخضرة تفور من الأول من بعد حطيت الكسكسي متاعي معهم وخلطت هكا كيما نشوفوا كل كعبة واحد بون هوني أنا نحبها بزايد حشيش أما جاتني كسكسي بزايد شوي مش مشكل هوني الصوص متاعي قاعدة طيب الصوص عبارة على طماطم مغرفة طماطم نص كاس زيت الزيتونة مع تابل كروية وشوية كركم شوية فلفل أكحل وشوية ملح وشوية لهلوس نرجعكم بعد ما يطيب بون هذه الفرفيشة متاعنا بعد ما طابت هذا البن وهذا زيتون كعبة طماطم سيريز الوغ هذه كانت الوصفة متاعنا متاع اليوم كيما نشوفو هوني كسكسي كل كعبة وحدها وإن شاء الله تكون عجبتكم وصفتي اليوم وصحة وشفاء إلى اللقاء في وصفة جديدة من غير ما نقولكم بنين خاطر بتبعتو باش يجي بنين ألوغ كيما رينا قبيلة وريتكم الفيديو كيفاش نعمل فرفيشة توا حبيت نعمل كعبات كرواسون للصباح إن شاء الله ألوغ عندي بات فيتي حاضرة مشرية قصيتها بهذي قسمتها كيما تشوفوا هكا حطيت معها شوية شوكولا نيوتيلا Alors, tu vas rouler de cette façon. Ok? Voilà. 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 Alors, comme ça. Voilà. الوغ هوني عندي عظم وتشيش حليب فص اصفر اكهو ندهنو بيهم كعبة الكرواسون تاعنا فوالا كيما نشوفو هكا فوالا باش تعطينا الكولور دوري اللي ما يعرفش يعمل البات فيتي مش مشكلة ينجم يشريها هي بيان سو كي تعملها في الدار خير مي سا بخون دو طون كعبات الكرواسون تاعنا حاضرين الفرن تاعي حطيتو يسخن على 180 درجة توا باش نحطو في الفرن ونوريكم بعد ما يطيب رجعتلكم بعد ما طابتلنا الكرواسون تاعنا شوف المنظر نتاعها ياسر مزيانة ياسر حلوة وشيشة فوالا نقولكم صحة وبالشفاء وفي الفيديو القادم إن شاء الله